أنا نورة من المغرب، عايزة أعمل هوليوود سمايل، فبدور على دكاترة من غير ما أخد إبر أو أبرد، عشان يعني من غير وجع. فدورت في النت، لقيت عيادة الدكتور أحمد مرتضى والدكتور مصطفى مرتضى سويت سمايل، فتواصلت معاهم وحجزت، وأنا إن شاء الله متوجهة على القاهرة لأعمل هوليوود سمايل. اهلا وسهلا، ازيك يا نوره؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه. دكتور مصطفى. ايوه دكتور احمد، الحمد لله على السلامه. نورت القاهره. اتفضلي اتفضلي. طبعا نوره نورت عيادتنا، كانت امبارح اول مره جينا العياده فيها، وكانت عاوزه تعمل هوليدي سمايل. طبعا عملنا لها اللازم من صور واشعاعات ومقاسات عشان نوصل لافضل ابتسامه تتناسب مع لون بشرتها وشكل ابتسامتها. طبعا قعدنا انا والدكتور مصطفى امبارح على السوفت وير، على الرغم من كان وجود عندها تركيبات اماميه مضايقاها وكنا عاوزين نعمل عدسات، قدرنا بالسوفت وير ده نوصل لاحسن ابتسامه اللي نوره كان نفسها فيها ولون السنان اللي كان نفسها فيه. نوره النهارده ان شاء الله هنبتدي نلزق العدسات بتاعتنا وناخد التغيير والابتسامه اللي كان نفسنا فيها ان شاء الله. جاهزه نبتدي؟ تمام جاهزه. يلا بينا. دلوقتي هنبتدي نعمل خطوات اللزق اللي احنا بتاعتنا اللي احنا شايفينها دي، مش حقن ولا حاجه. دي اول خطوه بنسميها خطوه الاسيد اتش، ده بنشيله وبننضف الاسنان من اي حاجات، اي حاجه عليها قبل ما نلزق، زي بيدي خشونه لسطح السنه قبل ما نلزق العدسات بتاعتنا عشان يضمن لنا ان احنا لما نلزق العدسات مفيش اي حاجه تدخل تحت العدسات دي. دلوقتي احنا خلاص خلصنا ولزقنا العدسات، بس كنا عاوزين قبل ما اوريك اسنانك كان في صوره كده عاوزك تشوفيها وتقولي لي بتفكرك بايه. هذه هي الصوره دي اللي خلتني اجي القاهره.
جاهزه تشوفي اسنانك الجديده؟ جاهزه. ايه رايك؟ كتير حلوين. الله تسلم ايدك دكتور. عجبوكي؟ جدا. ما كنتش متوقعهم صراحه يطلعوا بالجمال ده. ميرسي دكتور. انا مبسوطه جدا النهارده، خلصت سناني حاجه كتير حلوه. معامله الدكاتره كانت رائعه جدا. طلعت بالدرجه اللي انا عايزاها، فاكيد هسافر على بلدي وانا كتير مبسوطه. ميرسي للدكتور احمد والدكتور مصطفى. طلعت بالنتيجه المطلوبه اللي انا عايزاها وانا كتير مبسوطه. عاوزين نوضح للمشاهدين ان موضوع زراعه الاسنان هو مش بس موضوع تجميل، ان احنا بنعوض السنه او الضرس المفقود وبيفرد الوش، لكن هو برضو موضوع وظيفي. بنلاحظ لو في حد عنده ضرس خلوع على السنان المجاوره بتبتدي تميل عشان تقفل الفراغ ده، وبالتالي بيظهر مشاكل عندنا، بتبتدي تظهر مشاكل في الاسنان وبيأثر على كفاءه المضغ، وبيأثر عندنا على النطق برضو لو في سنه اماميه مفقوده. ولو مريض الطقم المتحرك، طقم الاسنان المتحرك الكامل اللي بنركبه في الاسنان، عنده مشاكل ان الطقم مش ثابت، كل ما بنحطه بقنا بيقع، مش عارفين ناكل بيه، مش عارفين نمضغ بيه، بنقدر ان احنا نصلح المشكلة دي برضو عن طريق الزراعة. بنعمل عدد من الزرعات وبنركب عليها الطقم وبيبقى متين جدا، نقدر ناكل ونمضغ بيه بمنتهى الكفاءة. وكل ده طبعا مع الزرعات بيرفع لنا من كفاءة الطقم المتحرك، وبيشيل لنا كل المشاكل اللي احنا عارفينها واحنا بنمضغ الاكل، ما بنمضغوش كويس، التركيبة بتقع. عن طريق الزراعة بنقدر نحل كل المشاكل. ازيك يا استاذ نورس؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. كله بخير؟ كله بخير. احكي لي بقى ايه اللي مضايقك في سنانك؟ انا شايف وانت بتتكلم كده في سنه مفقوده هي اللي عامله لك شويه كرمشه في الوش والحاجات دي. انا عندي سن مفقود، لما بتكلم او بحكي فالسن بيبان مفقود. لما باكل كمان الاكل ما بيكون في مضغ كامل، فكمان عم يسبب لي مشاكل. فبدي اعرف شو الحل الانسب للموضوع. هشوف كده بالمرايه. سؤال هنشوف كده انا والدكتور مصطفى دلوقتي، بعد ما انا شفت كشفت عليك، هنشوف انا والدكتور مصطفى الاشعه المقطعيه بتاعتك. وفي حلين عندنا، الحل الاول ان احنا نزرع، وهنعمل لك زراعه بدون جراحه ان شاء الله بعد ما نشوف الاشعه المقطعيه. الحل الثاني عندنا ان احنا هنعمل اللي هي التركيبات الثابته اللي بيقولوا عليها الكوبري، عن طريق ان احنا بنبرد سنه قبل وسنه بعد المكان المفقود، وبنركب كوبري في المكان ده او تركيبه ثابته. وهنشوف هنعمل ايه. طب ايه الحل الافضل دكتور؟ والله زي ما قلت لك الحل الافضل اللي هو الزراعه، لان هو بيكون بدون شق جراحي، بدون غرز. ما بنحتاجش ان احنا نعمل برد لسنه سليمه قبل وبعد المكان المفقود. يلا بينا نبدا ان شاء الله. دلوقتي زي ما احنا عارفين هنبدا زراعه للاستاذ نورس، هنزرع له السنه المفقوده بدون جراحه، لانه اختار ان احنا نعمل له زراعه ما نعملوش تركيبه ثابته، بدل ما نبرد سنه قبل وسنه بعد. فدلوقتي احنا بعد ما رجعت للاشعه المقطعيه انا والدكتور مصطفى، عملنا له سيرجيكال جايد، وهي بتبقى كمبيوترايزد، ودي شكل السيرجيكال جايد اللي بتساعدنا ان احنا ما نعملش شق جراحي في اللثه. بتساعدنا ان احنا تمنع، واحنا شغالين بالدريل ده اللي هو دريل الزراعه اللي بيحدد لنا مكان الزراعيه، ان ايدينا ما تقدرش تجري وتحدد لنا الدايركشن المظبوط، الاتجاه اللي احنا هندخل فيه، بدل ما احنا هندخل قدام ورا، هي في الدايركشن اللي حددته لنا الاشعه المقطعيه. طبعا ده بيبقى كمبيوترايزد. شايفين دلوقتي الكونتراوز ستوبر بتمنع ان احنا ننزل، حتى لو حبينا ندوس شويه نضغط مش يعني بتحدد لنا الدايركشن مظبوط بدون جراحه بدون اي حاجه.
دلوقتي هنبدأ نحط الزرعة. دلوقتي هنركب لنورس الدرس بعد ما حطينا له الغرسة، حطينا الدعامة، وبعدين بنحط الدرس فوقيه. اليوم جيت في المركز كان عندي سن مفقود، عملت عملية زرع. العملية كانت من غير جراحة، من غير غرز. الحمد لله كانت العملية سهلة، ما فيها ألم، ما في وجع. بشكر الدكاترة على الجهد اللي بذلوه معي.